بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور الحق مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيدنا. إحنا دلوقتي مولانا في الزمن المعاصر ناس كتيرة بتتعرض لخفافيش الظلام والأقوال التي يعني زي ما بيقولوا بتلعب في دماغة الناس. ابتدت الناس دلوقتي في زماننا يا مولانا يقولوا ان الانسان لما يبقى رحيم عافي عن الناس او يعفو عن الناس معناه ان هو ضعيف، فابتدوا يقولوا لازم ناخد حقنا بدراعنا. العنف يا مولانا والشدة، هل هو مطلوب في الدين ام اللحمة والعفو هي المطلوبة في الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عليه الصلاة والسلام. سيد الخلق أرسله الله رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة ليست دعوة، بل وليست أمرا ونهيا وحكما. هذه الرحمة مفهوم ومنهج حياة. مفهوم ومنهج حياة، جميل. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في أول خطابه للبشر يسمعونه أول ما يسمعون: بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة. عليه الصلاة والسلام. مهداة يعني هدية. جميل. والهدية لابد أن تكون نافعة، لابد أن تكون مرغوب فيها، لابد أن تكون تدخل الفرحة في قلوب الناس، تهاد وتحاب. الهدية تسبب الحب بين الناس. صحيح. ولذلك فسيدنا رسول الله يدخل الحب في قلوب الخلق. عليه الصلاة والسلام. اللي يعرف رسول الله يحبه. أبو جهل كان بيحبه، أبو لهب كان بيحبه. أبو لهب أول ما سمع من ثويبة أنه رزق أخوه عبد الله اللي هو انتقل إلى رحمة الله تعالى، أعتقها لوجه الله. أبو لهب لما عرف أن آمنة جاء ميعاد ميلادها الشريف أرسل إليها ثويبة، وعبد المطلب أرسل إليها الشفاء أم عثمان بن أبي العاص، أسلموا بعد كده. وعندها أم أيمن بركة، وأصبحوا دول هم الستات اللي محاضرين مع أمنة في الميلاد الشريف. سيدنا النبي عليه السلام قال حديثا عجيبا غريبا جعله المحدثون أول حديث في الرواية. يعني الشيخ وهو جالس بيدرس علم الحديث لازم يبدأ بالحديث ده، ولذلك سمي المسلسل بالأولية. المسلسل بالأولية، مسلسل يعني في صفة في الرواية جمعتهم. يعني مثلا المسلسل بالحسن، ما يقول لك إيه: حدثني شيخي وكان حسن الخط، حدثني قال حدثني شيخي وكان حسن الهندام، قال حدثني شيخي وكان حسن الوجه، قال حدثني شيخي وكان حسن المجلس، قال حدثني شيخي وكان حسن الطيب، قال حدثني شيخي. لازم يشوفوا جهه حسن ويتكلموا عليه، والحديث في الاخر يقول لك: احسن الحسن الخلق الحسن. ما شاء الله. ف الحديث المسلسل بالأولية، كل شيخ يقول وهو يرويه: وكان أول حديث يحدثني إياه شيخي. أيوة. ولذلك سمي المسلسل بالأولية. ما هذا الحديث الذي اختاره المسلمون ليكون أول حديث يدخل ذهن الطالب؟ الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية: يرحمكم من في السماء. الرواية الأولانية الميم عليها سكون. يرحمكم من في السماء، كأن في شرط.
إذا رحمتم اللي في الأرض ربنا يرحمكم، ومعناها إذا ما رحمتوش اللي في الأرض ربنا مش هيرحمكم. فيها تهديد شوية. اللي بالضم يرحمكم من في السماء، المين مضموم؟ يبقى كأنه بيدعي يا رب ارحمهم، ارحموا من في الأرض، خلص الكلام. يا رب ارحمهم يا رب. ما شاء الله. فسواء كده ولا كده المعنيين ماشيين كويسين. ولكن شوف ازاي الحديث المسلسل بالأولية ينقله الشيخ إلى ذهن الطالب. نقول لمشايخنا هو ايه الحكاية بتاع البسملة دي؟ أول حاجة كنا ندرسها بسم الله الرحمن الرحيم، ما يعني أول حاجة نقولها بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث حتى في أبو داود، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، وإن كان الأصح منه كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله أو بحمد الله فهو أبطر. لكن معلش البسملة لها إيه؟ بنقولها في بداية الأكل والشرب والنوم، أي حاجة لها بال نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم دي إيه الحكاية بتاعتها؟ بسم الله وخلاص. هلا أصل الله سبحانه وتعالى له صفات جلال وله صفات كمال وله صفات جمال. جميل. جلال وكمال وجمال. ما شاء الله. الجمال رحمن رحيم عفو رؤوف غفور شكور، جمال كده حاجة أيه. صبور حاجة حلوة كده أيه. الجلال منتقم، الجبار، متكبر، العظيم، القوي، المتيء، يعني ها تحس كده بالهيبة، قهار كده. الكمال هو الأول والآخر الظاهر الباطن القابض الباسط المعز المذل السميع البصير وكده. يعني ايه يعني ايه ثنائيات كده معناها؟ يعني ايه الأول والآخر؟ يعني هو كل حاجة، يعني سبحانه وتعالى هو الأول هو الآخر، يعني هو يفنى الخلق، هو قبل الكون وهو مع وهو بعد الكون، جل جلال الله الظاهر الباطن، يعني كل حاجة من لا يخفى عليه خافي، ونعم بالله القابض الباسط الخافض الرافع، يعني الأمر بيده، هو اللي بيخفضه هو اللي بيرفعه، هو يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو المعز المذل. نعم بالله. ولذلك الأسماء الثنائية دي بعض الناس من الجهلة يعترضون عليه، يقول لك ازاي الضار ازاي المذل ازاي المذل، لا هو الضار النافع صحيح مع بعض مع بعضهم، معز مذل لأنه ده الكمال. يعني هو بيده الضر وبيده النفع سبحانه وتعالى، بيده خلق الخير وخلق الشر، كل حاجة بيده سبحانه وتعالى. فإذا احنا هنا في كمال، يبقى جلال وجمال. طيب كان ممكن يقول بسم الله وخلاص، كان ممكن يقول بسم الله الرحمن المنتقم، يبقى واحدة من الجمال واحدة من الجلال، عشان الواحد يخاف، يعني ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ابدا. طب ما هو كان ممكن يقول المنتقم الجبار بسم الله المنتقم الجبار القوي المتين، علشان الناس تخاف بقى، لان الناس مش راضيه صحيح. سبحان الله. كان ممكن يقول كده ساعتها بسم الله القوي المتين، لو كان ربنا قال كده وخلاها فاتحه كتابه وفاتحه كل الصور، كنا نقول ربنا بيتجلى بجلاله على عباده حتى يعني يتقوه. لكن ما عملش كده، جل جلاله. يبقى بقى كلام الناس دي كلام فاسد. صحيح. ده هو بيقول بسم الله الرحمن وسكت. رحيم كمان. ما شاء الله. ده كمان بيقول لو حبيت اجيب صفة تانية برضو رحمة، وده فايدة التكرار، او بعض الناس يفتكروه تكرار، هو مش تكرار، ده تأكيد. تأكيد. ما شاء بسم الله الرحمن. يقولك ما هو رحمن صحيح، بس هو يعني ايه اخفى انتقامه وجبروته. لا، هو في التانية كان ممكن يبقى جلال، راح جايب جمال. معنى الكلام ان الله جعلنا وخاطبنا جمال في جمال.
ما شاء الله، جمال في جمال، جمال في جمال. صح. اما حكايه رحيم. الجلال دي مش مالناش دعوه، ربنا يلطف، احنا مالنا، هو طبيعي. ربنا جميل، ربنا لطيف، ربنا رحيم، رحمن، ربنا عفو وغفور، ده أملنا فيه كده، رجأنا فيه كده. أنا مالي ومال بقى أنه هو يعني ماليش دعوة، أنا اللي ليه دعوة أنه هو جميل، وأنه هو حبيب، وأنه هو رحيم، وأنه هو رحمن. ولذلك السلف كان يقول تخلقوا بأخلاق الله. طب قال لك طب نتخلق بالإيه؟ بالجمال، يبقى فيها تخلق. ما ينفعش بقى بالكمال، ما ينفعش اقول انا متكبر لان ربنا متكبر. ما هو قال ايه بقى؟ تخلق بالجمال. وتعلق بالجلال. وتعلق بالجلال. وتعلق بالجلال. وتحقق بالكمال. ما شاء الله. يبقى فيه بقى التخلق والتعلق والتحقق. علشان يحفظوهم كانوا هم يعملوا شيء من انواع تخلق وتعلق وتحقق. وتحقق يعملوا سجع كده عشان سجع علشان تحفظ. ما شاء الله. التخلق بالجمال. أي. والتعلق بالجلال. والتحقق بالكمال. ما شاء الله. يعني اؤمن ان ربنا كامل. تعلق بصفات جلاله، لما يجي حد يظلمك ما تظلموش، حد يعنف عليك ما تعنفش معاه، قل يا رب، وهو ربنا سبحانه وتعالى يقيك شره، يبعده عنك ويبعد أذيته عنك. فأدي الدين كده. ولذلك بعض اليهود كده كانوا ييجوا من يعني أوضاعهم ما كانتش مرضية، وكان ربنا يعني يغضب عليهم، فيجوا أساموا عليك يا محمد، لا حول ولا قوة، ياكلوها كده، قال علشان ايه؟ ما خدش باله يعني. وهم بدل ما يقولوا السلام عليكم يقول السام. السام في اللغة معناها الهلاك او الموت او كده. فالسيدة عائشة مش مصدقة ودنها ان حد يوصل بيه من الفجر، انه اخوك في الوطنية حتى ولا حاجة، انك تقول له كده يعني انت مش مصدق انه رسول الله، بس يعني لزومه ايه؟ قلة الحياة. جميل. صحيح. فالسيدة عائشة قالت بل عليك السام والهلاك والنبي عليه السلام ضحك ولا يا عائشة، ان الرفقة ما دخل في شيء الا زانه، ما شاء الله، وما نزع من شيء الا شانه، ما شاء الله، وان الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. العنف لغه في العنف، هي الاثنين صح، عنف وعنف. ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني ربنا ما بيديش حاجه على العنف، لكن بيدي حاجه على الرفق. عليه الصلاه والسلام. قالت الم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال بل سمعت، ولكن قولي لهم وعلي. اذا كان بقى قالها السلام اهد جاتب معاه، اذا كان قال السام يبقى هي مردوده عليه، وعليك زي اللي انت قلته بقى وعليك، وانا امري لله بقى. صحيح. شوف 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 الصدر الواسع، شوف شوف الخلق الكريم، وهو ايه؟ ده قائد، ده زعيم، ده قائد جيوش. صحيح. يعني ممكن يمسك الجدع إشارة من صباعه الشريف عليه السلام يتقطع ويفرمه مثلا، لكن لا ما فرموش. صحيح. ولا ده آمن كمان، يعني هقول لك مثلا ابتغاء انه ايمانه زي ما عمل مع ثقيف صلى الله عليه وسلم، انما سيدنا بيعلمنا عليه الصلاة والسلام، بيعلمنا ازاي تكون انسان وازاي تصبر على الناس دي. طب نعرف يا مولانا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ايه في الرفق والرحمة، مش في العنف والشدة زي ما الناس بيقولوا، ولكن بعد الفاصل بعد اذن فضلتك. فاصل نعود اليكم.